انتي تشيت الجديد ريكوشي والدراما اللي عم بتصير ما بين كول اوف ديوتي والهاكرز. بحساب متخصص باخبار الانتي تشيت في تويتر شاركنا بانه الكيرنل درايفر لريكوشي الخاص بالانتي تشيت تبعت كول اوف ديوتي تم تسريبه وبانه بلشوا الهاكرز يعملوا له حلول، والرد كان من كول اوف ديوتي على حسابهم في تويتر بانه الانتي تشيت ريكوشي حاليا عم بتم اختباره بانهم وفروا منه نسخه قبل الاصدار لناس معينين عشان يختبروه، وبالاخير في عندهم السيرفرات من طرفهم. رد عليهم الحساب بانه صحيح الانتي تشيت جديد لكن الكيرنل درايفر نفسه ضعيف ومستحيل يكون خرافي. على هاي الملاحظه بتمنى بانكم تتسلوا بهاي اللقطات اللاعب بن سادق. أتمنى أكون جهزتك لشو تتوقع من